هناك تطور هذه الكفاءة، والحقيقة متفاعلين الجنود، ومثل ما كانوا مندفعين في ساحة المعركة لطرد جرذان داعش ومقاتلتهم، حاليا أيضا هم لديهم نفس الاندفاع في التدريب لإكمال مهاراتهم الإضافية الفردية. تدريباتنا على كافة الأسلحة اللي منها الأسلحة الساندة القوية اللي هي أكو أسلحة التجهيز الأمريكي الجديد، من ضمنها الصواريخ المحمولة والرشاشات المتوسطة والثقيلة، إضافة للهاونات، الهاونات بكافة أنواعها، وإضافة للقاذفات الرمانات MK19، وآخر شيء الأسلحة الخفيفة M16 والقناصات الأمريكية اللي عالية الدقة. استفادينا بالتدريب معاه، الحمد لله والشكر. التدريب اللي توصلنا له مستويات متقدمة جدا، إن شاء الله تخدمنا مستقبلا في قتال داعش وفي تحرير محافظة الموصل. إن شاء الله احنا جاهزين بكافة التحضيرات معركة الموصل، مستعدين الاستعداد التام لها، وإن شاء الله نقدم الشيء اللي يرفع رأس الجيش العراقي.